ما عرفتش باقي ما تلاقيتهاش، ولكن نانسي راه نانسي فهمتي، نانسي نانسي وامين نفسي امين نفسي. يعني حنا زعما كفنانه مغاربه يعني كنفرحوا ملي كنتقاسموا لاسين مع فنانه عرب حتى هما، ولكن يعني الفنان المغربي اليوم راه زعما كنظن ان الموسيقى المغربيه والفنان المغربي في الصف الاول. يعني ما يمكنش يعني نقولوا هذا الفنان اكثر من الاخر ولا بجهه اخرى. يعني انا اليوم يعني كيف قلت لك فرحان انني نكون في منصه النهضه، لان منصه النهضه يعني منصه النهضه يعني واحد المنصه اللي كتمثل واحد التمثيل عربي، وكتمثل يعني كتعطيك انك كتعطي للفنان المغربي واحد القيمه عربيه وماشي غير يعني وطنيه. وبالنسبه للوعكه الصحيه دازت الحمد لله، كلشي كيدوز يعني كتبقى غير الخير.